فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تقدم بخطبة الكثير من الشباب، ولكن ليس فيهم من يحافظ على السنة الصحيحة، فمنهم من يصلي ويصوم ولكنه لا يعصي لحيته، ولا يلتزم بعدم إسبال الإزار، ولا يهتم بالصلاة في المساجد مع كثرتها وقربها، ولا يهتم بأن ترتدي المرأة حجابا شرعيا أو حجابا ناقصا، مع العلم بأني حريص كل الحرص على أن أجد الشاب الملتزم بهذه الأشياء، ولهذا رفضت كل من تقدم لخطبتي ولم يلتزم بهذه الأشياء. فما هو رأيكم فضيلة الشيخ في تصرفي هذا؟ هل علي إثم برفض الزواج من هؤلاء؟ وكيف أصل إلى ما أريد؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. أما الذي لا يصلي فلا يجوز لك أن تتزوجي منه لأنه كافر، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، قوله تعالى: ولا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وأما الذي يصلي ولكن عنده شيء من المعاصي فالواجب أن تنظري في الأصلح، تنظري في الأصلح حسب الإمكان، لأن الكمال لا يتعذر الحصول عليه من كل وجه، تنظري في الأمثل، الأمثل فالأمثل. أما أن تحصلي على زوج ملتزم 100% من كل الوجوه فهذا صعب، ولكن عليك بالنظر في الأمثل فالأمثل، ولا تتشددي في هذه الشروط التي فوتت عليك الزواج حتى بلغت هذا السن، ما دام أنه مسلم الحمد لله، ولو كان عنده بعض التقصير. وأيضا يمكن استصلاحه فيما بعد، يمكن استصلاحه والتأثير عليه فيما بعد. جزاكم الله خيرا. حتى نكون في غاية الوضوح شيخ صالح، بالنسبة لتربية اللحية، بالنسبة للإسباب، هل يعدان من الأمور التي تصرف البنت عن قبول شاب فيه هذه الصفات؟ ما دام أنه يصلي، نعم، ما دام أنه يصلي طيب، فإن بقية المعاصي يمكن إصلاحها كما ذكرنا. طيب، يمكن إن تقدم إليها من هو ملتزم أحسن منه، الله المستعان، فإنها تؤثره على طيب. طيب، أما إذا لم يتقدم عليها إلا من هو من هذا الصنف فإنها تنظر في الأصلح، والأمثل فالأمثل. لا، جزاكم الله خيرا. بعد 25 من تتصورون يتقدم لها شخص؟ هو في العادة أن المرأة إذا تأخر زواجها إلى هذا السن لن يتقدم لها إلا القليل، الله المستعان، فعليها أنها تخفف هذه الشروط. طيب طيب، ويكفي أن الزوج يصلي ويلتزم بالصلاة. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.